سيد باشا محترم، الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين، أيها الحضور الكريم، بناءً على المادة الثالثة من القانون المطلق للأملاك العقارية للجماعات الترابية، أعرض على أنظار مجلسكم الموقر وثيقة السجل المحتويات للأملاك الجماعية، ولأجله سيتم تقسيم منهجية هذا العرض إلى محورين أساسيين. المحور الأول بيانات الأملاك الخاصة للجماعة، المحور الثاني بيانات أملاك العمال للجماعة. إذن غنبدأ بالمحور الأول اللي هو بيانات الأملاك الخاصة للجماعة. إذن ارتأيت باش جميع المعطيات غادي نديروها على شكل جدوي غير باش نختصروا أولا الوقت وثانيا نركزوا في المعلومات شيئا ما عوض الإنجاز. إذن أول شغل يبين لنا توزيع الأملاك الخاصة حسب المناطق. كاين منطقة حضرية، الإسماعيلية، زيتونة، ثم إبنان. كاين عدد الأملاك نسب مئوية. إذا من الملاحظ في الجدول على أن منطقة الإسماعيلية تتوفر على أكبر عدد من الأملاك بعدد 66 من أصل 106 بنسبة 62%. تليها منطقة حمرية 26 على الأملاك 28 نسبة 126%، زيتونة 8 الأملاك نسبة 8%، ثم منطقة إبران اللي فيها أربع ممتلكات عبارة على وحدات سكنية. بالنسبة للجدول الثاني يمثل توزيع الأملاك الخاصة حسب المناطق وحسب المساحة. كاين دائما نفس المناطق حمرية، إسماعيلية، زيتونة، كاين مجموع الأملاك. الملاحظ أولا قبل ما نقول الملاحظ وهو كتلاحظوا كاين بعض الخانات اللي فيها الإتغال خاوية. هذا ما يعني ما لقيناش معلومات معطيات خاصة بهذه الخانات، إذا كنت مضطرة باش نقرا خاوية. إذا حنا يعني نقتصروا على الأرقام المقدمة. أول ملاحظة وهو 68 ميل من أصل 106 يفوق المساحة ديالو 100 متر مربع، لأن هنا حسب المساحات. أثناء قراءة هذه اللائحة اللي هي لائحة ممتلكات الجماعة يلاحظ أن بعض الأراضي قد فوزت هذه الأرض ولا زال يحتفظ بها في سجل ممتلكات الجماعة. الأرض فوزت، هذا سؤال، الأرض فوزت لماذا تم الاحتفاظ بها في سجل الجماعة؟ نعطيكم أمثلة. مثلا ملك رقم 87 رصيد أغيب، ملك 45 رصيد، ملك 68 طريق مولع موريتس. جدول آخر يمثل الأملاك الخاصة حسب ثمن الاستغلال، كل ملك الثمن ديالو. من الملاحظ نفس المناطق دائما نفس يعني الارقام اللي كتمثل ثمن الاستغلال، كاين خانات اللي خاوي كل ما فيهم معطيات، وانما ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان 26 ميل من اصل 106 بنسبة 25% هما اللي عندهم ثمن الاستغلال. شوف غير ما عارفين شحال شحال يعني كيفاش شحال كاين شحال عمل. جدول آخر يبين
زاد 95%، يعني مخلصة مزيان بنسبة 95%، يتعلق الأمر بالسوق المركزي، مجموعة سكنية فوق السوق المركزي، سوق الجملة للخضر والفواكه، سكنة رجال المطافي، ودور سكنية فوقها، المعهد الموسيقي، المسطرة البلدية، وموقع السيارات مرحلة الشيء. من الملاحظات ستعملنا هذا الأمر الأصل. أولا تماطل المكتين، أول ملاحظة تماطل المكتين في أداء واجبات سوق الكرائم لبعض المحلات المعدة بالسكن والحرة والمهن والتجارة. ثانيا ضعف ونقص حاد في الموارد البشرية الكفيلة بالنهوض بتثمين الممتلكات ووسائل العمل اللوجستيكي. ثالثا ضعف نظام الشراء الخاصة للأملاك الجماعية. هذه بعض الملاحظات. من الاقتراحات هنا، أول اقتراح تهيئة مواكبة تقنية من أجل تحليل ورقمنة سجل الأملاك الجماعية. ثانيا انتداب أعوان محلفين من المصالح المهنية لمراقبة الأملاك الجماعية. ثالثا دعم المصالح المهنية بالممتلكات بموارد بشرية متنوعة لغرض تثمين هذه الممتلكات. وبالنسبة لهذه النقطة يقترح إعادة انتشار موظفي جميع الجماعة بين الأقسام والمصالح. ونسيت قبل أن أكمل النقطة، وهو إحنا جينا لصالح الممتلكات لقينا شيء مفارعة فيها ثلاثة وأربعة الناس. في الناس انتشر ما عرفناش علاش، لقينا أعراف، وهذا هو السر أو من بين الأسباب الأساسية لما جعلناش نجحوا في إحصاء جميع المعلومات الخاصة بالممتلكات. ثم رابعا التعبئة الشاملة الداخلية لجميع الأقسام والمصالح والتنسيق المشترك لأجل حماية الممتلكات في صنفيها الخاصة والعامة. إذا كملنا من المحور الأول اللي هو الممتلكات الخاصة، غنمشيو لبيانات الأملاك العامة الجماعية. لاحظوا على أن ما عندناش جداول حماية، لأن غزير تبارك الله في المعطيات بزاف، الأملاك بزاف، إلا جيت راه يمكن يكون واحد الملف اللي تربطو غتشوفو، وفيه بزاف ديال المعلومات اللي غنسمعو غنقراو، بعد هاد الجداول بحال اللي غندير كوبي كولي. فلهذا اختصرنا على المعطيات. تدخل ضمن الملك العام للجماعة جميع العقارات التي تمتلكها الجماعة والمخصصة للاستغلال المباشر من قبل العموم، ومنها طرق وملحقاتها، المساحات الخضراء العامة، ميادين الألعاب، المساحات المبلطة المختلفة، المساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية الترفيهية والرياضية والبيئية. ثم التجهيزات العمومية المخصصة للاستغلال الإداري والثقافي والاجتماعي والرياضي والبيئي. ثم منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير. ثم الأسواق الأسبوعية. ثم المجازر التابعة للجماعة. هنا للتذكير، لا يقبل الملك العام للجماعة التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقدم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق
أن الشح وأحياناً عدم وجود المعلومات والمعطيات الخاصة بهذه الممتلكات زيادة على أقدمية المعلومات المتوفرة حيث تقوم أقدميتها 10 سنوات فوق. فرض علينا محاولة تحليل هذه المعطيات وبالفعل نحن بصدد ذلك من أجل رفع كل لبس وضبابي على بعض الممتلكات، يعني استعادة بعض الممتلكات التي ربما تمكنها، ثالثا إحصاء جميع بقايا الجزئات بعد حصول المنعشين العقاريين على استلام تجزئاتهم لمقر الأسبسيون. رابعا إعداد إحصاء شامل لممتلكات الجماعة وسومة كرائها وطرحها على أنظار المجلس المقر من أجل دراستها وربما إعادة النظر في تقييم سومة الكراء من جديد وبالتالي المساهمة في رفع مداخيل الجماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.